بطبيعه الحال المؤسسه التي تعنى بالجاليه، احنا كنعرفوا ان الجاليه المغربيه احد السمات الاساسيه لها انها جاليه معولمه موجوده عبر العالم، وفي بعض الاحيان انها مستهدفه من جهات متعدده، مستهدفه من تيارات دينيه متعدده تريد استقطابها، مستهدفه حتى من مجموعه من الدول التي تريد قطع صلاتها بالمغرب، تريد الاستفراد بها، لان الجاليه المغربيه كتعرف واحد الديناميكيه خاصه في العالم ما كتعرفها حتى شي جاليه. وبطبيعه الحال المجلس اللي كيشتغل عليها، احنا لا نريد ازعاج الاخرين بقدر ما نريد ان نرفع من جاهزيه الجاليه ديالنا حتى تكون على اتم الاستعداد لاولا الدفاع عن القضايا الوطنيه وعلى راسها قضيه الوحده الترابيه. احنا مثلا البرنامج اللي الان كنقدموه للجاليه حول الطرف وعلى الصحراء، بطبيعه الحال الجاليه دائما كتترافع، احنا فقط من الان من اجل الدعم، لان أنا كنقول من 75 في المسألة الخضراء شاركوا 130 مغربي من مغاربة العالم، فهم دائم الحضور والآن يدافعون يعني في جميع يعني المؤسسات الدولية حول مغربية الصحراء من جنيف إلى نيويورك، المغاربة مرون بباريس وبروكسل وامستردام وفرانكفورت موجودين للدفاع عن قضية الوحدة الترابية. المجلس بطبيعة الحال يهدف إلى تقديم دعم خاصة من ناحية إيصال المعرفة، هناك طلب من أجل الحصول على هذه المعرفة من أجل فهمها والتعامل يعني نقول أنا بطريقة مثلى مع مختلف مكونات المجتمع اللي أصبحهما يعني مواطنون فيها. إحنا عندما كنقدموا هذه المادة الترافعية ماشي من أجل إشعال الحرب مع الآخرين، بالعكس كنقول إحنا من أجل إظهار الحق ومن أجل تبيان الحقيقة ومن أجل أن نقول للناس إحنا نسير في الطريق الغلط، وإنما لأن المغرب حقه التاريخي مثبت يعني من قبل الوثائق. العلاقات مع الجزائر يعني أنا أدعو يعني جميع الناس من المغاربة وحتى من الجزائريين للاطلاع عليها حتى عن طريق يعني الكتابات التاريخية للجزائريين في الجامعات الجزائرية، كلها تثمن الوقوف يعني الكبير الذي وقفه المغرب إلى جانب الجزائر. إذن بطبيعة الحال نحاول أن نذكر يعني بهذه النقاط الأساسية. هناك من يزعجه الأمر لأن لا يريد الاستفراد بالجالية ولا يريد أن تكون هناك جهة يعني تحرص أو تسهر على نقول أنا تحصين الجانية من الوقوع في براثين من يريد جرهم إلى الإرهاب مثلا، أو من يريد جرهم إلى أن يصبحوا ضد وطنهم، أو من يريد جرهم إلى قطع صلاتهم يعني بالمغرب. الحمد لله المغاربة أثبتوا أنهم مغرب يحملونها في قلوبهم. إحنا نتحدث مؤخرا والبنك المغرب تحدث عن التحويلات الكبيرة على الرغم من أزمات الجائحات كوفيد مغاربة العالم، يعني كذبوا كل تكهنات يعني مؤسسات النقدية، بنك الدولي، مؤسسة النقد الدولي كانوا يتوقعون انخفاض 20% من تحويلات جميع الهجرة في العالم، وإذا المغاربة أثبتوا العكس، 2020 ارتفعت بخمسة، ولكن الآن في النصف الأول من 2021 وصلت 46-47% من الارتفاع، وهذا يعني حتى والي بنك المغرب قال أنه لم يفهم يعني هذا الحرص للمغاربة في فترة الأزمة. وأنا دائما أقول أن هذه العلاقة علاقة ميتافيزيقية مع المغرب، التي فالمغاربة كما قلت يحملون المغرب في قلوبهم، فهم دائما يعني حاضرين في كل المحطات التي يحتاج إليهم المغرب يلبون النداء. إذن كما قلت منذ الاستقلال مرورا بالمسألة الخضراء وفي هذه الجائحة مثلا وفي غيرها من المحطات.